ذكرت مصادر في تعز أن المقاومة الشعبية تمكنت من طرد ميليشيات الحوثي وصالح من مديرية مشرع وحدنان في جبل صبر بشكل كامل بعد معارك دامية سقط فيها قرابة 40 مسلحا حوثيا قتلى ووقع 11 عنصرا منهم أسرى لدى المقاومة التي استشهد منها في المعارك 9 أشخاص. هذا ولقي 4 مسلحين حوثيين مصرعهم وأصيب 9 آخرين في كمين نفذه رجال المقاومة في مقبرة بتعز. أكد رئيس المجلس العسكري بتعز العميد صادق سرحان أن موعد رفع رايات الحريات في كل مناطق اليمن بات قريبا، موضحا بأن الجيش الوطني سيقوم خلال الأيام القادمة بمهاجمة مواقع الحوثيين ومطاردتهم في كل مكان. سقط 10 القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي وصالح في هجوم فاشل حاولوا فيه اجتياح وادي السراب ووادي السريح بمحافظة الضلع، وتصدت المقاومة للحوثيين الذين عمدوا بدورهم إلى قصف منازل السكان بمدافع الهاون في شرق سناح. أدت ضربات مقاتلات التحالف على مواقع للحوثيين في جبهة القتال بمأرب خلال اليومين الماضيين إلى مقتل 25 مسلحا حوثيا وإصابة 15 آخرين بالإضافة إلى تدمير دبابة وطقم عسكري وإعطاب 4 أطقم أخرى. أكد وزير الخارجية رياض ياسين أن هناك دلائل مؤكدة تكشف استغلال ميليشيات الحوثي لتحليق مقاتلات التحالف بضرب المدنيين بالقذائف الصاروخية ونسب ذلك إلى التحالف. اقتحمت ميليشيات الحوثي مساء أمس جامعة القرآن الكريم وجامع بلال بشارع هائل في العاصمة صنعاء وقامت بنهب محتوياتهما حسب ما أفاد شهود عيان بذلك. توفي يوم أمس في المملكة العربية السعودية الشيخ العلامة الدكتور حسن محمد الأهدل حيث كان يتلقى العلاج هناك.